قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار. ينبغي لقارئ القرآن أن يعتني بقراءة الليل أكثر. قال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات. قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار.